ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حي الله خادم الحسين، حي الله خادم الزهرة، حي الله سيد حسين، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يحفظكم والله يخليكم إن شاء الله بحكم محمد وآل محمد. بشرونا عنكم إن شاء الله بخير، بشرونا عنكم عن أحوالكم. الله يحفظكم الله يحفظكم، والله بخير الحمد لله سيدنا، الحمد لله الحمد بخير. لله السيد بخير أيضا، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحفظكم سيدنا. أحببت أستفسر منك في مسألة أتحدث معك فيها. نعم تفضل. هل يوجد آية في القرآن الكريم تثبت أجر من آمن بإمامة الأئمة الاثني عشر؟ والله هي يعني الآيات يعني كثير الآيات، ما لكن شاء هسه الله. الآن أعبد من جاء في من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يعني هاي الآية الله، وتوجد غيرها من الآيات، يعني كما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم أنه شنو؟ أنه يعني هاي في أهل البيت سلام الله عليهم، والآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، ومن يقترف حسنة نجد له فيها، يعني كما اللهم ورد في صل تفاسير على أهل البيت. محمد وآل محمد. يعني من جاء بالحسنة أي من آمن بالأئمة الاثني عشر وكل. القرآن الكريم على 70 وجه، أيوة نعم، هذا وجه من ولكل وجه الوجوه. هل تعلم أنه الله يوجد يعلم. وجه أيضا، والتين والزيتون، أي الحسن والحسين سلام الله عليهما. إن نعم، أعلم، لكن أنا شنو؟ أنا ناقة الله وسقياها الناقة، أي الإمام، تعلم ذلك كما جاء في كتاب اختاريت لك التيسير في تفسير القرآن للزبير. اختاريت لك اختاريت لك معنى واحد من جاء بالحسنة، وهي ولاية محمد وآل محمد، ومن يقترب حسنة، وهي آية القربة. طب وما رأيك، ما رأيك ما جاء في سورة المزدلفة، إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، فهؤلاء هم الذين كفروا بولاية الأئمة سلام الله عليهم. نعم، صحيح. الذين يكفرون بولاية الأوصياء الذين أوصى الله بهم الله. النبي صلى الله عليه وما وآله جاء وسلم، في سورة ومن التحالف إن يتبعونهم في النار. وما جاء في سورة التحالف الآية رقم 98، إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم كانوا مشركين. أيضا كل من يكفر بآل البيت. مرة الشرك بالله، ومرة شنو؟ هو ومرة التحالف، في سورة التحالف جاء الشرك بالله، وفي سورة المزدلفة جاء الكفر. نعم، فهو الشرك بالله مثلا، انت مرة شنو؟ احنا عندنا شنو؟ عندنا البراءة، التولي والتبري، اذا طيب انه اني سيد اذا حسن انا توليت اسمعني، محمد. اسمعني سيد حسن العرداوي مهدي نعم أيها الردود. يا أسأل الله أن يشرح صدري وصدرك للحق. اللي قلت لك ده مش قرآن، ولا يوجد آية في القرآن، ولا يوجد سورة اسمها التحالف، ولا يوجد سورة اسمها المزدلفة، بس أنت علشان مش حافظ اللطميات فقط، لأنك ردود يحفزونك اللطميات فقط، تتلاعب بالقرآن وتأتي بآيات تحاول أنك تتلاعب بيها وتغير معناها. فأنا أحببت أن أثبت لك الآن أن أنا ممكن أعمل زيك الآن، لكن هذا ليس دين يا سيد حسن العرداوي، أنتم لستم على دين آل البيت ورب الكعبة. كل شيء لا يوجد في القرآن محكم واضح عندكم. من جاء بالحسنة أي بالأئمة الاثني عشر من أمر. يا سيد حسن، حسين أقصد، حسين العرداوي، توبوا من هذه الديانة التي ما أنزل الله بها من سلطان. أسأل نعم، الله يعطيك وأن يشرح صدرك إذا للحق. كملت عندي كلام. تفضل تفضل. أخي العزيز، أنا لم أقل أنه سورة التحالف وسورة أيوة يا أنت أقررت بالكلام دلوقتي، هتبدأ تبرر ما وقعت فيه الآن. أنا لا أريدك أن تبرر ولا أريد منك شيء، أنا أريدك فقط يا مسمي نفسك سيد حسين العرداوي مهدي، اسمك على الفيسبوك، حاول إنك تفكر، وأسأل أن يشرح صدرك للحق، وسأرسل لك رقم القناة عندي ورقم الواتس، ولعلنا نتواصل، وأنا ما أطلب منك فقط إنك تفكر. شكرا لحضرتك، وأسأل أن يشرح صدري لا وصدرك. فقط كلام عندي، فقط كلام إذا اسمح لي. تفضل. نعم، أنا لم أقل سورة المزدلفة أو نعم سورة نعم نعم معاذ أنت لم التحالف، تقل ذلك وأنا إنما المخطئ. أنت نعم نعم أنا ما بتكلمش على دي بقى الآن، أنا خليك الآن في صلب الموضوع. إزاي عملت من جاء بالحسنة فله الحسنة، أي الإيمان بالأئمة الاثني عشر، والتين والزيتون، أنت قلت لي الحسن والحسين، وقلت لي القرآن ليه 70 وجه. 70 وجه إيه بس؟ الله سبحانه وتعالى أحكم هذا الكتاب
وفصل هذا الكتاب وتبيان لكل شيء. فين إمامتك وإمامة مهديك الغائب وإمامة بس الأئمة الاثني عشر؟ بس اعطيني مجال، بس اعطيني مجال لحظة واحدة، دقيقة أريد من عندك، بس دقيقة. تفضل. إي بس لا تقاطعني، زين منك من كلامي. أنت بس خلاص بقى سيب التقوى والمزدلفة والحاجات دي، أنا بكلمك على أصل دينك أنت. إي لا أخويا العزيز أستاذ، أنت تعطيني كلام وأعطيك كلام، لا بأس. فضل. لا بأس. نعم نعم، أنت الآن تقول إنه القرآن تبيان لكل شيء، وما هو الضرر، وما هو الضرر إذا كان القرآن تبيان لكل شيء؟ ما هو الضرر أن يكون في القرآن محمد وآل محمد؟ هذا واحد. هاد. هذا واحد. هاد. لحظة 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 أستاذ لحظة، ثم أنت أتيت بآيات من القرآن وقلت لي سيد حسن سيد حسين هذه الآية هنا ماذا تقول، وهذا وهذه من سورة التحالف وهذه من سورة المنتجة. طيب أما أنا قلت لك علشان خلينا في النقطة الأولانية بقى، أنا مديك فرصة، أنت قلت ما الضير أن يكون محمد وقال محمد في القرآن، هات لي دليل أن قال محمد في القرآن الأئمة الاثني عشر، وما نودي بمثل ما نودي بالولاية سيد حسين العرداوي اللي هي أهم أركان الإسلام عندك. أنا أريد آية من القرآن محكمة واضحة على هذه الولاية. الله ذكر أركان الإسلام نعم. الخمس. الله ذكر، اسمعني نعم. زي ما أنا سمعتك، الله ذكر لينا نعم. أركان الإسلام الخمس في كتابي، ذكر الحج، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، وترك الولاية اللي هي أعظم الأركان عندكم، ولاية علي وأبنائه. فواضح أن ذكر القرآن في آيات كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آيات كثيرة، كتب عليكم الصيام، كل الأركان ذكرت في القرآن ولم يذكر الولاية ليه؟ طيب الله سبحانه وتعالى قال أن اللي بيكفر بالملائكة والكتب وبالله وبالرسل وباليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، قال تعالى في سورة النساء الآية رقم 136، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. فين ومن يكفر بالإمامة؟ لا يوجد إيمان، الإيمان بالإمامة لا يوجد دليل واضح بين من القرآن محكم، لا يوجد دليل من القرآن على كفر من أنكر هذه الولاية، لا يوجد دليل في القرآن. السؤال الأول، سؤال سألتك إياه، على ثواب من آمن بهذه الإمامة، ده اللي أنا طلبه منك وأريدك أنك تفكر. خلاص بس لا، بس لحظة مرة خستك. المسلمون، كل المسلمون ومنهم الشيعة إن شاء الله حبيبي، يوم غديرهم، كل هذا المسلمون يعرفونه كما في صحيح البخاري وكما في مسلم وكما في لا 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 لا، ده مش موجود لا في صحيح البخاري ولا في مسلم، ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه. معلش انا بقطعك علشان انت انتقلت من القران، انا بكلمك بالقران، ذهب لي الحديث، ولا موجود في البخاري ولا موجود في مسلم. وكل المسلمين مين من الصحابه علم من حديث الغدير ان علي هو الخليفه المنصر؟ مين بايع علي على انه امام ممن كانوا في يوم الغدير؟ ولا واحد. تاني حاجه، انا ما نقلتش للسنه، ما ننتقل للسنه انا وانت مع بعض، ما فيش مشكله. انا اريد الان من القران الكريم عندك آية على ثواب من آمن بالولاية أو كفر من أنكر الولاية، أو آية تثبت أن الولاية ركن من أركان الإسلام، قل لي نعم أو لا وننتقل إلى السنة. فضل. ها لحظة، هل تؤمن بأن الله غير عادل؟ يا شيخ بالله عليك، أنا بسألك سؤال تجاوبني بسؤال، هل تؤمن بأن الله غير عادل عياذا بالله؟ لا، الله سبحانه وتعالى عادل. أجبني، قل لي لا يوجد آية على ثواب من آمن بالولاية، ولا يوجد آية على كفر من أنكر الولاية، ولا يوجد آية تثبت أن الولاية من أركان الإسلام. وبعدين اسأل عليه أنت، سألت، أكر معي أن ما فيش أمام الجميع، أمام المشاهدين حتى يعلموا. بس أطين صبر، بس خليني أحكي. هل تؤمن؟ بس خليني أكمل. سبحان الله، لن نجيب. أنت لن تقول هل يوجد ثواب لمن آمن بأهل البيت أو يعني بالأئمة؟ هل الله تبارك وتعالى، هل الله يأمر بشيء وينهى عن شيء ليس فيه ثواب أو ليس فيه مصلحة إلى المسلمين وزين إلى الإسلام؟ الله تبارك أنزل الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. زين، اجت السنة النبوية وفسرت ذلك، النوب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت 23 سنة ما بلغتها. أعوذ بالله على الطعن في رسول الله، 23 سنة ما بلغ الإمامة وخايف يبلغ وربنا هدده. ما هذا تفسيركم الباطني الكفري اللي فسره هاشم البحراني في تفسير البرهان في المجلد الثاني، إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي 23 سنة والنبي رافض يبلغ إمامة علي. ليه يا محمد؟ خايف لا يقتلوه، مع إن النبي بيعلم الغيب عندكم صلى الله عليه وسلم وعليه. وبعدين بقى جد تهديد بقى في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم
في غدير خم، وقال له وان لم تفعل فما بلغت رسالتك، لازم تبلغ الان اكبر تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ايه الله العظمى عندكم المدرسه. وتاني حاجه، اليوم اكملت لكم دينكم، لم تنزل في يوم غدير خم، لكن نزلت في يوم عرفه كما عند المسلمين جميعا. انت دلوقتي تهربت من كل شيء، وكل ما بتتكلم اكثر بتقع في سقطات اكثر يا سيد حسين. المستمعين يستمعون اليك الان، يريدون منك ايه من القران على ان الامامه الائمه الاثني عشر ركن من اركان الاسلام، عندك؟ انت اذا بعد اقول لك، اذا 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 انت ما تقبل كلامي فلماذا اتكلم بعد انا؟ عندك ايه يا سيد حسين العرداوي من القران الكريم تثبت ان الامامه الائمه ركن من اركان الاسلام، نعم او لا؟ لم تخفى امامه اهل البيت في القران. عندك ايه في القران واضحه بينه تثبت ان الايمان بالائمه الاثني عشر، نعم الايه تفضل او لا؟ لا يوجد، تفضل. ولايه اهل البيت، ولايه اهل البيت لم تخفى في القرآن الكريم حتى أجي أنا وأثبتها. وقبل شوية قلت لك اثبتها، قريت لك آيات اثبتها. لا لا لا، أنا أريد آية محكمة بينا يفهمها القاسي والداني. أنا عندي ناس الآن من أندونيسيا وناس من الفلبين بيتابعوني والله، وناس من أوروبا، فعايزين آية وما فاهمين عربي، بس عربي بسيط. أول ما يقرأوا الآية يفهموا مباشرة أن هذه الآية تتكلم عن علي رضي الله عنه وأبنائي. أنا ما راح أذكر آية. أيوة، يبقى ما فيش آيات، يبقى ما فيش آيات، يبقى هي دي النقطة. معلش سامحني في هذا المثال يا سيد حسين، الشيعة كالثعبان، تيجي تمسكه من هنا يجري من هنا، تيجي تمسكه من هنا يحاول يذهب. أنت كنت من بدري قلت لي لا يوجد آية في القرآن الكريم تثبت الإيمان بالأئمة الاثني عشر. طيب هل يوجد آية في القرآن الكريم تثبت ثواب من آمن بالأئمة الاثني عشر سيد حسين العرداوي؟ أنا هسه ما راح أذكر آية، ليش؟ أولاً أنا كل آية أجيبها، كل آية أذكرها أنه أنت ما تقبلها من عندي، هذا أنا مش هقبلها بقى، لكن الجمهور هيقبلها. ما أنت هتجيب لي آية واضحة بينة، أعوذ بالله أن أنا أرد شيء محكم بين هذا كفر. لا، هات حاجة الجمهور كله يسمعها. يقرأ محمد رسول الله، أيوة ده ديت يعني محمد نبي، إن الله لا يظلم، صح؟ يبقى الله ليس بظالم، الله عادل. أنا عايز آية كده، عايز آية واضحة بينة. وأقيموا الصلاة، ما يجيش واحد يقول لي إقامة الصلاة إن أنا أذهب للحج، لا لا، أقيموا الصلاة أي صلوا. وآتوا الزكاة، ما يجيش واحد يقول لي آتوا الزكاة إن أنا أخش أدخل أنام الآن، لا، هقول له أنت مجنون. فإحنا عايزين آية واضحة بينة كالأركان الإسلام اللي أنا قلت لك عليها، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج. عندك آية تفضل. أنت ظاهر يعني ما تأخذ كلامي ظاهر، فهذا الشيء، وأنا أدعو إخواني إلى هم الذين يستمعون إلى أن يراجعوا القرآن ويراجعوا السنة النبوية، وكل لي. شيء واضح. شكرا لي. الذي لم يذكر، الذي لم يذكر في القرآن بشكل صريح هو مذكور في السنة النبوية، والذي لم يوجد في السنة النبوية فهو شنو؟ يعني أنت عندك حاجة واضحة صريحة في القرآن؟ آخر حاجة، عندك حاجة واضحة صريحة في القرآن؟ أنا قبل شوي قلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماذا تقول في هذه الآية؟ ممكن تقرأ يعني الآية من أولها؟ من أولها، اقرأ الآية من أولها. أنا فقط أقرأ هذا. هذه ضحكوا عليك يا حسين العرداوي، وما هي دي اللي بتعلقوها في حسينياتكم وفي بيوتكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دي جزء من آية، تعرف تقرأ الآية من الأول؟ اقرا الايه من الاول حبيبي، لان هاي الايه مقصوده باهل البيت الائمه. ماشي، اقرا لي بقى الايه من الاول، انا اريد ان اسمع منك الايه من الاول. قول لي مش حافظ الايه من الاول، مفيش مشكله، قول لي مش حافظها من الاول، اتفضل. الله تبارك، وما هي الفائده كنت حافظ للقران ام انا ما بقولكش القران، انت جايب لي جزء من ايه، انت جايب لي جزء من ايه، انا بقول لك عايزك تقرا لي الايه من الاول، عايزك تقرا لي الايه من الاول. تستطيع انك تقرا هذه الايه من الاول؟ مرة أنا حافظ القرآن، كل القرآن حافظه مرة، ولكن لا أفهم من القرآن شيء، ومرة حافظ شيء بسيط وأنا أفهم معاني وأفهم أمر الله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية في سورة إيه؟ هذه الآية في سورة الأحزاب. أيوة، الآية رقم كم؟ ابحث يلا حبيبي. فأنا طيب أنا أجيبك. الآية بتبدأ بقول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن، الآية رقم 33 من سورة الأحزاب. فهل الله يقول لعلي وقرن في بيوتكن عياذا بالله، ويقول للحسن والحسين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عياذا بالله، ويقول لعلي وأقمنا الصلاة، وللحسين وآتينا الزكاة، وللحسن وأطعنا الله ورسوله؟ هل الله يقول ذلك عياذا بالله؟ في نساء النبي. لا، مش في نساء النبي بقى، في الأئمة الاثني، في أهل الكساء فقط أهو. مش انت كنت بتقولي في اهل الكساء؟ لا 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 لا، بدايه الايه في نساء النبي،
وهذا المقطع إنما يريد الله، هذا المقطع في أهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله طيب عليهم. هل بس يعني لا تشمل نساء النبي؟ إنما يريد الله يسحب عنكم الرجس. الرجس كل ما هو شنو؟ كل ما هو مخالف. أنا ما سألتكش ما معنى الرجس، يعني الآية لا تشمل نساء النبي يا سيد حسين العردوي، الآية لا تشمل نساء النبي؟ بدايتها في نساء النبي، وهذا المقطع في أهل البيت خصوصا. طيب ليه الآية بتتكلم عن نساء النبي ويجي في جزء في آية وفي الآخر ويخليه في ناس معينة فقط دون الباقي؟ يعني أنا أقول لك سيد حسين اسمعني، هل يمكن أن تكون التوجيهات الربانية لنساء النبي من أجل تطهير غيرهن؟ بمعنى سيد حسين الله يقول لنساء النبي وقرن في بيوتكن، واحد، اثنين، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثلاثة، وأقمنا الصلاة، أربعة، وآتينا الزكاة، خمسة، وأطعنا الله ورسوله. ليه يا رب؟ من أجل أن أطهر علي وفاطمة والحسن والحسين. هل يعقل أن تكون التوجيهات الربانية لنساء النبي من أجل تطهير غيرهن؟ لا يمكن يا سيد حسين. من أجل ذلك نحن نقول أن الآية نزلت ابتداء في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وشملت أيضا أهل الكساء لحديث أهل الكساء. وضحت الصورة؟ وكده ما نضربش النصوص بعدها ببعض. أسأل أن يشرح صدرك يا رب وأن يأخذ بيدك الحق، وإن شاء الله يكون بيننا تواصل مرة أخرى، ونسأل الله الهداية لنا ولكم إن شاء الله على الصراط المستقيم. آمين يا رب آمين. لكن الآية تشمل نساء النبي وأهل الكساء أيضا، والآية ليس فيها عصمة ولا فيها أي شيء. شكرا حضرتك. أسأل الله أن يهديهم يا رب وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. ما يبقى ردود كده لابد أن ما يجاوبوش بصراحة، لا يجاوب. هو صدم من موضوع حديث الكساء، فكر أن جاب آية، شفتوا الآية اللي جابها حتى بيرجع لحديث. يعني لا يوجد آية واضحة في القرآن بين تثبت إمامة الأئمة الاثني عشر. كان معكم سيد الشيعة حسين العرضاوي مهدي، الحكم لك أيها الشيعي العقل.